صباح الخير، معكم منير عجم من سلسلة حلقات المعرفة بإدارة المشاريع. اليوم معلش مريحكم من صورتي شوي، بنركز على كم، ما في كتير بس كم شاشة بنأجيكم إياهم بعد شوي. حلقتنا اليوم هو: هل دليل المعرفة في إدارة المشاريع، يعني الـ PMI Pumbaa Guide، يكفي لتنفيذ مشاريعنا بنجاح؟ يعني هذا السؤال دائما يطرح، لأن خاصة وضروري يطرح اليوم، لأنه في كتير تركيز على الـ PMI والـ PMP Certification اللي هي بتعتمد على الـ Pumbaa Guide بشكل أساسي. وهالأمور هاي، سابقا كلمنا نحن على الـ Pumbaa Guide اللي هو دليل المعرفة، وقلنا أنه في بعض المفاهيم الخاطئة حواليه، من ضمنها أنه هل هو منهجي ولا لا، هل هو يعبر عن الممارسات الأمثل بإدارة مشاريع ولا الممارسات الشائعة، وهالأمور من هالنوع. اليوم حركز بس فيديو قصير على هل دليل المعرفة في إدارة مشاريع يكفي. يعني اليوم نحن نعتمد على دليل مرجع واحد، يعني كأنه عم نحط حالنا بصندوقة بالبوكس، يعني we need to get out of the box مثل ما بيقولوا، أما think outside of the box. يعني البوكس ممكن يكون ممتاز وكل شيء فيها شغلات حلوة مهضومة، بس يمكن ما تكون كافية. اليوم حنجرب نطلع بهالبوكس اللي هي معظمنا حطينا راسنا بهالصندوق او سكرنا عليه، وللاسف ما عم نستخدم العقل كهو كيكون انه الشرع الاعلى بقراراتنا. عم نعتمد بانه هالمرجع جاي منظم PMI، هو المرجع الاكثر شهره بالعالم، معناتها هو الاهم والاصح والامثل واللي بدكم اياه سموه. طب انا ما رح اعطيكم كثير اراء اليوم، حركز على كم صوره بس قبل ما انتقل للصور خليني اوضح الصوره. البومبا جايد هو كمرجع عالمي، ونحن حكينا فيها بحلقة سابقة، من المراجع المهمة وضرورية بإدارة المشاريع. يعني نحن هون ما عم نوجه نقد للبومبا جايد، بينما عم نعطي توضيح صورة علمية تكون في وضوح بالصورة، مشان ما نكون نشوف الصورة مجتزأة، لازم نشوف الصورة كاملة. البومبا جايد هو مرجع مهم، وأنا شخصيا من الناس اللي عم بيستخدموه من أكثر من 20 سنة، واللي من الناس اللي ساهم بتطويره بالسنين الأولى من إنشائه. يعني معناتها مش عم نقول هذا هو كخ وما بيسو لازم نشلحه برا، بالعكس ضروري جدا، وهو يمثل واقع العمل لأنه جاي من الفالنتير اللي عم يشتغلوا ويمارسوا إدارة المشاريع. طيب أنا اليوم مثل ما قلت حركز بس على كم شغلة من الكتاب نفسه، تكون عندكم فكرة أوضح. إذا بتلاحظوا هالصورة هلأ ما فيكم تقروها منيح، هلأ بقرب أكتر، اللي هي النوتس بيج، بعتذر بالانجليزي لانه المرجع موجود، يعني كان فيني اجيب النسخه العربيه بس حبيت ارجع للنسخه الاساسيه، اللي هي النوتس بيج اللي هي اول صفحه داخل الكتاب. شو بتقول الاصفر بطبع المعلم؟ وانا اول شيء هي عم بتقول انه هو الشغل، الكتاب شغل فالنتير. اوكي فيكم تقروها على مهلكم، فيكم تفتحوا الكتاب اذا عندكم اياه، بس الاهم بنقول بي ام اي هي عم بتدير هالكتاب، يعني هي عم بتدير المشروع اللي بيعمل هالكتاب، بس بي ام اي اوكي ما عم تكتب هالوثيقه، يعني ما فيش خبراء من بي ام اي هنا عم بيكتبوا، يعني بي ام اي ما فيهاش خبراء، وبي ام اي ما عم تتاكد تمتحن هالكتاب بطريقه مستقله، اما ايفالويت يعني تقدروا تقارنوا، اما تتاكد من المعلومات ولا دقه المعلومات اللي فيه، اما انه هل هو كومبليتنس كامل ولا لا، اما هل المعلومات اللي فيه عندها ساوندنس اوف اني جادجمنت، يعني هل هي مبنيه على كفاءات ولا مبنيه على قرارات حكيمه بمعناه. بالطبع فينا نترجم اكثر كمان. بي ام اي عم تقول انا هون ما لي علاقه بالكتاب، انا ما بضمنه، اوكي ما عم بتاكد انه كامل، اوكي المعلومات الموجوده فيه انه كامله، وما بنعطي اي وارنتي يعني ضمان وهالامور هاي. طيب هيدا جزء من الصوره، يعني بي ام اي شو عم تقول لنا؟ انه انا كل شغلتي وعملتي جيب هالفالنتير حطهم مع بعض يشتغلوا يكتبوا كتاب، وبالنهايه هالكتاب بالطبع لازم يكون جيد اكيد، لانه الفالنتير عم يكتبوا في كتير منهم عندهم خبرات عاليه، بس بي ام اي بيقول انا ما عم بمتحن هالكتاب ولا عم بتاكد منه ولا عم براجعه ولا عندي خبراء عم بيارجوا يتاكدوا انه المعلومات اللي فيه كامله ولا صح ولا
ولا اذا في اخطاء ولا لا، هيدي مش الحق على الولد. يعني اذا في غلط لحقوا الفالنتير على بيوتهم وين ما يكونوا بالعالم، نحن ما خصنا كبي ام اي، بس خصنا نبيعكم الكتاب 70 80 دولار ولا ندفعكم فلوس. نعتذر على عن الكلمه، بس هذا هو واقع بي ام اي اليوم. طيب ننتقل لجزء ثاني من هي تعريف البومباك جايد. اوكي، هذه موجوده بالصفحه رقم 2 بالبومباك جايد، يعني بالشابتر الاول بالفصل الاول. شو بتقول بي ام اي؟ بتقول بي ام اي هذا البومباك جايد، اوكي، هو بيعرف عن سبست، يعني بطبع هو سبست هي جزء من علم اداره المشاريع، اما البادي اوف نوليدج اللي نعتبره good practice. Okay, generally recognized as a good practice. طيب ممتاز، معناتها هذا جزء. Okay, طيب إذا جزء كيف بده يكون كافي؟ يعني أنا بتكلم هون مع الخبراء والأساتذة اللي بيدربوا project management وبيدربوا الـ PMP والشركات والـ PMOs اللي عم بيعملوا PMP. Okay, إذا الـ PMI نفسه والفالنتير اللي كتبوا الكتاب عم بيقولوا لنا إنه هذا المرجع هو جزء من علم إدارة المشاريع، ليش عم تاخذوه بصوره كامله؟ ليه عم تعتمدوا بس على البي ام بي سيرتيفيكيشن؟ على بطبع البي ام بي ما بتعتمد بس على البومبا جايد، بتعتمد على غير مراجع، بس ليش عم نعتبر هو هذا المرجع الوحيد؟ اما يعني صار مثل الكتاب المقدس يعني. اذا يعني مثل ما بقول عم نكون ملوك اكثر من الملك، يعني اذا المنظمه نفسها عم تنشر الكتاب عم تقلنا انه هذا جزء فقط من اداره المشاريع. خلينا نكمل. الانكس 1 اللي هو شيء 40 صفحه بالكتاب هو الستاندرد، بقيه الكتاب ال 600 صفحه هن معلومات عامه. وهي بتقلنا كمان من التشابتر 1 بيج 2 بتقلنا هذا الستاندرد اللي هو ال 40 صفحه بالاخر الكتاب از ا جايد راذر ذان اي ميت سبيسيفيك ميثودولوجي، يعني هو دليل وليس منهجيه. اوكي 1 يعني اي واحد منا ممكن يستخدم اي منهجيه وتولز مثل اجايل ولا واترفول ولا برنس 2 ولا سوكات كامب، اكيد بي ام اي ما حتقول سوكات كامب، انا عم بقول لكم اياها، ونطبق تنقدر نطبق اداره المشاريع الحرفيه. سو يعني هون عم نرجع ناكد شغله قلناها بفيديو سابقا انه البومبا جايد هو مش منهجيه، هو دليل. اوكي بقلب هالدليل اللي هو 620 صفحه تقريبا في شيء 40 صفحه اللي هو ستاندرد المعيار الانكس اللي هو الانكس اي 1. اوكي فيكم تفتحوا كتابكم تشوفوا. طيب اذا هالشي نرجع نقول نسأل سؤال، ليش بس الاعتماد على هالمرجع؟ كمان ما بدي بعيد كتير، هودي صورة لبعض المراجع من بي ام اي. طيب اذا البومبا جايد كيفي، ليه بي ام اي عم بتنزل هودي ستاندرد مثل ريسك مانجمنت وايرن فاليو مانجمنت، وفي عندنا هون كونفيجريشن مانجمنت، في ورك بريك داون ستراكشر، في صور تانية ما منزلها اللي هي ريسك مانجمنت اي مين كونستراكشن اكستنشن، وعندنا الجفرمنت اكستنشن. بعتقد صار لازم نختم، بعتقد في الصورة وضحت. مرجع البومبا جايد دليل المعرفي هو مرجع كتير مهم وله شهرة عالميا ومنتشر عالميا، بس الشهرة مش معناتها هو الأنسب ولا الأصح، أما وحده هو الكافي. نحن بحاجة لمراجع تانية متكلم عنها بحلقات سابقة، وتكلمنا قبل كمان عن ضرورة بناء نظام إدارة المشاريع الكامل والشامل والمتكامل والمستدام بالمؤسسات. شكرا، إلى فيديو تاني.